معكم حلقة جديدة من مستر مواتر. اليوم عندنا البي ام دبليو ام 2، السيارة شفتوها قبل على القناة وجربناها على الحلبة، ولكن سمحت لي الفرصة اني اجربها مرة ثانية. هلا من اول فيديو خليني اقول لكم السيارة انا معجب فيها، فاذا انت ضد بي ام دبليو او اذا انت ما بتحب بي ام دبليو اطلع من الفيديو. الفيديو حيكون كله عن بي ام دبليو وقديش انا معجب فيها. جربنا نحن اليوم بالرحلة من ابو ظبي لراس الخيمة، جربنا كثير فئات من بي ام دبليو 850، الزد 4، الام 5، كثير سيارات جربت، بس فعلا احلى وحده فيهم، اكثر وحده رائعه واكثر شيء ممتع قيادتها هي الام 2. الام 2 جباره مش طبيعيه، المتعه اللي فيها، الصوت، الاكزوست، المحرك، وزنها، الجير بوكس، كلهم مع بعض بيتفاعلوا وبيشتركوا بطريقه يعني في هارمونيه مش طبيعيه انت وعم بتسوق. والسياره يعني كمان متعدده الشخصيات، بكل سهوله بتحولها من سبورت لكمفورت، بصير جدا مريحه وجدا سياره هاديه وجدا طبيعيه. خليني احكي لكم هلا عن التصميم من الخارج. هلا شكلها من الخارج دغري ببين قديش سياره صغيره، سياره شورت ويل بيس، يعني سياره قصيره فعلا. المحرك بالامام، دفع خلفي، شيء جدا تقليدي وشيء جدا قديم يعني نزل نفس اول. من الامام السياره فيها الكربون فايبر، عليها الكت اللي هون الام، طبعا هاي الفل، فبتشوف كيف الكربون فايبر موجود بغطى المحرك، الكربون فايبر موجود على المرايات اللي هون، الكربون فايبر تحت كمان بهاي المناطق، وعليها الاستيكرات الملونه تاعت الام، ومن الامام كان نفس الشيء كمان الالوان تاعون الام. هلا بتعرف انها كومبيتيشن من هذا الشبك، شوف الشبك، الكومبيتيشن صار الشبك فيه موصول، طبعا حجمهم كبير للشبك، فهذا الشيء جديد عن بي ام دبليو، ولكن هون كمان عندها اياهم كربون فايبر، فبتشوفوا كيف هاي المنطقة كلها كربون فايبر. فواجهتها كثير عدائية للسيارة، كثير متوحشة من الأمام، وفيها هيبة مش طبيعية يعني، وفتحات التهوية اللي فيها كلهم عمليين، ما في فتحة بس منظر، كل شيء هون شغل جدي، شغل مزبوط، ما فيها لعب، ما فيها مسخرة السيارة أبداً. بنروح على الجنب كمان التصميم كثير سمبل. البروبورشنز يعني بتشوف قديش من تحت كبيرة وقديش صغيرة من فوق، فالأبعاد فيها كثير حلوة وكثير متناسقة فيها. وهون حاطين الجناح الام بيرفورمنس، شوف قديش كبير الجناح، وكمان أهم شيء وأهم نقطة إنه الام 2 مخصرة من هون، الفئة الثانية العادية ما بتكون مخصرة هيك، ولكن هون طالعة خصرها لبرا، ومن أحلى الخصور اللي بتشوفها بي ام دبليو، يعني خصرها مع التواير مع الأوفست، كيف التاير جاي مع البادي، كثير جميل. ومن الخلف كمان عدائيه ومفصله. هلا هي اللي عندنا عليها الاكزوست، اكرابوفيتش اكزوست، بتشوف هون الاكزوست عليها اكزوست افتر ماركت، فصوتها حتلاقوه يمكن شوي عالي. خلينا احاول سمعكم صوتها للام 2 هلا. هلا الشعار عندنا ام 2 كومبيتيشن، عشان تعرف هاي كومبيتيشن، اللي هو الجيل الجديد، اللي هو الجيل اللي نزل عليه المحرك تبع الام 4. الام 4 هي اللي هنيك، نفس المحرك من هناك صار موجود هون. تخيلوا على هالحجم وعلى هالصغر، الحجم الصغير عليها المحرك. والرنجات كمان رائعين، شوفوا الرنجات باللون الاسود، حجمهم كبير كثير وكثير شكلهم وتصميمهم كثير جميل. خليني افرجيكم اياها من الداخل. هلا من الداخل السياره بسيطه، التصميم فيها يعني الكراسي وكذا بتحس انه زي بي ام دبليو زي اول، ما كثير فيها شيء انه عصري، ولكن مع ذلك كل شيء بتحتاجه موجود فيها، كل شيء فيها عملي. التكييف كل شيء يعني هون بسيط سمبل، تكييف كمان زي الاول ما كثير يعني فيها تعقيدات، كل شيء فيها سمبل، اللهم حاطين فيها سكرين، وهاي الاعدادات صارت ديجيتال هون، هذا مش ارقام مطبوعه او شيء، هاي ديجيتال يعني فيها شاشه ديجيتال هون. تغيير الجير بي ام دبليو كثير حلو، مكانه كثير حلو وكثير عملي وكبار، وكبستها حلوه، يعني افضل من معظم بي ام دبليو ومرسيدس بتلاقيهم زر، هون لا بتحسه مقبض تغيير جير. طبعا الكراسي اللي فيها تصميم البي ام دبليو الام، بتشوفوا الالوان اللي فيها، بتشوف هون شعار البي ام دبليو ام 2، ومن الخلف كمان كراسي ما فيها شيء اكسترا. بسيط التصميم من الداخل ولكن رائع وعملي وكل شيء فيها بيشتغل. اشياء غير تقليديه موجوده هون، اول شيء غير تقليدي هو الجير، الجير ما فيه بي، ما في عندك باركينج، في نيوترال ودرايف وبلس وماينس وريفرس، فما عندك باركينج، بس توقف السياره وتكبس هون حيشتغل الباركينج لحاله. شيء ثاني غير تقليدي وجدا رائع انه لسه محافظين على الهاند بريك، يعني ها هذا الشعور تاع الهاند بريك معظم السيارات لغوه، فكتير حلو انه يكون لسه عندك هاند بريك، خاصة لما تعمل فيها درفتات، تعمل فيها دونتس، تعمل فيها اشياء للسيارة، هاند بريك جدا عملي. ومن الداخل عشان تتذكر انها بي ام دبليو ام، بتشوف المراية كيف عاملة هاي الحركة من هون، كل ما تطلع عليها وتشوف هاي القطعة اللي هون، الحركة اللي جدا بسيطة بتخليك تعرف انه هاي بي ام دبليو ام، فئة ام. يلا نجرب قيادتها قبل ما تروح الشمس على السريع، شغل السيارة. اسمع الصوت. طبعا هلا الاكزوست مش محطوط على السبورت، محطوط على سبورت بلس، فالصوت شوي منخفض اكثر من العاده. زي ما قلنا الجير ما فيه بارك، فنيوترال او درايف. هلا البي ام دبليو ام 2 نفس المحرك قلنا اللي من الام 4، بولد 420 حصان. الباور على وزنها ما بتحتاج باور اضافي ابدا، باور اكثر من كافي على وزنها وعلى حجمها،
يعني لو بزيدوا شوي الباور فيها حتقضيها كلها حرق وويل سبين، فالباور كتير ملائم. الرقم اللي حطوه فيها يعني مدروس مظبوط. حطيناها على السبورت بلس، ضغط الاكزوست طلع صوته صار عالي، سامعين الصوت؟ يعني ما في حد بالشارع مش هيلاحظك. اسمع اسمع الفرقعات اسمع. غير الصوت الاكسبيرينس، الرؤيه عندك، وضعيه الكرسي، الستيرنج ويل، المقبض، الجير ليفرز، تغيير الجير بلس وماينس، كل شيء كل شيء جايبينه صح. خليني افاجئكم على تجربه التسارع، ما حقدر اسرع كثير لانه السرعات كثير ضيقه، بس حفاجئكم تجربه. سيارة رائعة يعني ما ناقصها ولا شيء. انتوا شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ انا عجبتني صراحة. اذا ما عجبتك انت الخسران، السيارة ما عليها كلام ابدا. خبرونا بالكومنت تحت شو رأيكم، وبشوفكم الحلقة الجاي. مع السلامة.